نختار أولا نشكر الحكومة، نهنئ الحكومة الموريتانية علي، ونختار نشكر الخارجية الأمريكية على هاي الثقة اللي أعطت الموريتان. غير نختار نقول عن يلا مد ما تنقر باللغة الدبلوماسية اللي وردت في هذا التقرير، إن هذا التقرير ما هو مختلف كثيرا عن التقارير السابقة، والمؤشرات اللي هي يلا تعتمد عليها مدة ما أذكر منها ما هو مؤشر واحد والمؤشرات خمسة، في كل مرة يقول لم تلتزم الحكومة لم تلتزم الحكومة لم تلتزم، معناها عن فما تياها فرصة أعطيت الحكومة الموريتانية طاتها للخارجية الأمريكية من أجل تحسين الأداء، يلا تغتنم هذه الفرصة ولا يلا نعتبره بنفزنا به اللي إلى حد الآن هذا لا يعتبر فوز وإنما يعتبر ثقة تكليف وليس تشريف. وبالتالي أرجو أن نأخذ العبرة من ذلك وأن نفتح المجال لمنظمات المجتمع المدني وأن تشرع كل المنظمات وأن يفتح لها المجال فعلا للتعاون من أجل حل قضايا العالقة وخاصة قضية العبودية والاتجار بالبشر.